قصة رايا وسكينة على قناة مغامر مصر نقدم لكم حلقة 42 الضحية 12 بالذكاء الاصطناعي تعالي اسمع مع إيهاب أحكي لك بطريقة سهلة كلنا نفهمها أول مرة بالذكاء الاصطناعي على قناة مغامر مصر وكمان صور جديدة لهم سوف أعرضها لكم بالذكاء الاصطناعي هيا بنا بسم الله الرحمن الرحيم ما فيش احسن من الطبيعة اكمل انا بقى الراجل قال المقدمة خلاص اخش انا على طول في الحلقة الراجل الالكتروني ده اللي متبرمج اقول لك يا سيدي مفكرك بحبة من الحلقة 41 واحنا هنحكي لكم حلقة 42 اما جت سكينة ومعاها زنوبة وجايين من برة فقالت قالت اتفضلوا وكانت ريه قاعدة على الأرض ساعتها وبتعمل في أحد أركان الغرفة كده إيه وقدامها بابور الجاز قاعدة بتشوي السمك وهتقدمه للرجالة التلاتة مش عايز اقول عليهم لفظ بس يلا اللي هم قاعدين يعني طول النهار يعني ياكلوا فيهم ويشربوا فيهم واقفين بخسارة عليها حسب الله وعرابي وعبد الرازق كانوا قاعدين وملفوفين حوالين الطبلية كده آه وبعدين أول ما شافوا سكينة دخلت ومعاها زنوبة راحوا موسعين لها توسيعة كده يعني اتفضل يا باشا مكانك هنا و أعزائي آه المشاهدين يا رب تكونوا بخير و يعني نطمن عليكم دايما ورجاء يعني ما تنساش يعني انا مشاهداتي ضعيفة مش الجامدة ما تنساش اللايك والتعليق برضو عشان يعني نمشي الفيديو شوية يعني انا بعمل عشانكو والله بجد ان هو يعني بحكي مخصوص عشان الناس اللي معايا من زمان فيعني عشان المجهود اللي معمول في الفيديو وبيتعب جدا اوي اوي الذكاء الاصطناعي ده عشان تطلع صوره بتفتح بقها وعشان تخليها تتكلم وكله بفلوس ما فيش يا مرحميني يعني كله بفلوس ما فيش سايت بتفتحه يقول لك كلمه بيعدلك لك بالكلام وبالعشر كلمات وال120 كلمة و15 كلمة بعدهم بفلوس ففظاع يعني موضوع جديد بقى ولسه نازل وكده المهم ريا اول ما شافتها سكينة داخلة وزنوبة راحت جارية هوب بره الغرفة طلعت تجري وعشان طبعا ايه هروب ده يعني عشان زنوبة ما تطلبهاش من الفلوس الديون اللي هي عليها لمين لـ لزنوبة و سابت لسكينه غمزت لها كده اعملي انت الاكل يعني ايه كانت بتقلب دنجان ساعتها. ااا اه كانت بدات خلاص طبعا مش تنفع تقعد تكملت قالت لها كملي انت. والخمور اللي موجوده قاعده موجوده كان فاضل منهم كاس واحد بس راحوا عاملين ايه؟ يعني ما كنتش تيجي بدري شويه راحوا حاطينه كاس الخمره ده لمين؟ لزنوبه اللي هي حاولت ترفضه ومعلش ناس بتشتكي من الكلام اللي انا كاتبه فوق الصوره ده غصب عني فيديوهاتي يوتيوب لو عايز اقسم بالله المره الجايه اوريكم بيوتيوب بعتلي الفيديو فلان اتسرق والفيديو فلان اتسرق والفيديو كذا اتسرق ويجي واحد يتبلى عليك يقول لك الفيديو بتاعي فعشان كده بعمل كده بكتب الاسم بتاع القناه على الصوره وبرضه مفيش فايده انا عارف فالمهم حاولت ترفض الكاس بتاع الخمرة ده ولكن قدام إصرارهم قوي ما قدرتش ترفض اتنبهت كمان الله يا أنا مش أول ما دخلت كاترية قاعدة هنا في الرية بنت الأبلسة دي ده هربت الله فراحت هي طبعا عارفة ان هي هربانة هتكون فين يعني في السجن لا ده في الاوضه التانية جنبها راحت من عليها قالت لها يا رايا يا رايا تعالي يا اختي تعالي وعماله تضحك كده بتقول لها تعالي بس تعالي ما تخافيش التانية قلقت كده ما تخافيش يعني بتديها جو امان شوية قالت لها بس ما تخافيش تعالي يا ستي انت مش راضية تردي لي انا عارفة ان انت مش راضية تردي يعني انا عارفة ان انت هربتي عشان الفلوس اللي عليك يعني صح برضو جاية قاعدة عندكو وبناكل اكلكو وانطالبكو بالفلوس اللي عليكو الديون يعني عيب يعني خلي عندي دم شوية ويا مش هروح الإبراهيمية خلاص مش رايحة الإبراهيمية كانت هي متفقة إن هي تروح الإبراهيمية وعادت ريا إلى الغرفة فرحانة ومبسوطة راحت لدرجة إن هي خدت زنوبة بالحضن وببسة بقلب قوي كده وبحرارة وراحت قاعدة جنبها بدل ما تقعد بعيد راحت قاعدة جنبها ووصلت سكينة قال لي البدنجان اللي شغالين فيه من الصبح وكان الجميع تقدر تقول سكرانين واول ما ريه ضحكت وخدت حضن وبوسه ومش عارف ايه هم كمان ضحكوا واتبسطوا قال لك الله الجو جميل كده ولا في ديون ولا في فلوس ولا بدنجان ولا كلام من ده واتبسطوا والقعده اتفكت يعني وبداوا ياكلوا مع بعض بقى وقعدوا مش عارف ايه فزنوبه عملت يعني حركه تقدر تقول ان هي قضت على نفسها بيها ايه هي الحركة حركة غير محسوبة يعني تلقائية اللي هي يعني تعتبر الحركة دي يعني دفعت حياتها تمن ليها آه قبل ما يخلص حفلة السهرة اللي هم قاعدين فيها دي شمرت ايديها والجلبية وجابت كمام ايديها لورا كده بتفرق بتشمر ايديها عشان آه يعني عشان مثلا اقول ما فيش الا ثلاثة بتشمر ليه؟ لان هي مثلا ان كمام ايديها كمامها يعني اقصد الفستان لابساه الكم بتاعه ممكن يجي في الاكل يتعصم الاكل او يعني يتملى طعم الاكل يعني ده احتمال وممكن يكون شمرت ايديها كده ورجعت الفستان ورا ولا الكم ورا علشان ايه حرانه ورغم ان الجلسه طريه قوي والعمليه فول. آه و وكمان هي الكاس ده اثر فيها قوي وسكرها قوي لانه من الحاجات التقايل بتاعتهم احتمال تالت ممكن بتعمل كده عشان ايه هي دي نهاية عمرها ان هي بتوريهم يعني الذهب وانا لابسة ده هو بتتعايق قدام الناس وقدام الرجالة وده التفسير اللي قالته سكينة في الغالب قدام آه التحيات وكده أما المؤكد فهي بما فعلته كشفت أمام عيون الجميع الغوايش بتاعة فرهودة الغوايش التقيلة الثمينة الغالية اللي هي طالع منها مش غوايش بس ده دلدل دل من كل واحدة جنيهات ذهب يعني حاجة فل قوي اللي يعني بحستهم المهنية كناس خبرة في القتل يعني تنبهوا على الفور ان الحقيقة المذهلة طبعا خلي بالك الحلق ده بتاع ولا الغوايش دي بتاعت فروضه كانت رهناها عندها بس يعني اكتشفوا فجاه ان الحقيقه المذهله بيت عرابي اللي قدامك ده على فكره بس مش متاكد من الصوره ان الله ان ده ده ذهب الفرارجيه زنوبه الفرارجيه انه ما بيقتصرش على الحلق واللب الرفيعين دول بس والغواش الفضة التسعة ايه يا عم انت ماشية بمحل دهب حاطاه في دماغك في ايدي كده إيه وخلخال نحاس المطلب الفضة اللي تمنه ما يزيدش عن مثلا خمسة وعشرين قرش الله ده فعلا ده يتضاف لكل الدهب اللي احنا عارفينه ده اللي احنا مراقبينها الدهب بتاع فرهودة كمان ده ايه دهب فرهودة ده غالي قوي وطبعا ما يعرفوش قوي ان هو ده فرهودة ولا لا قال لك الله إيه لا يا رب استنى لا عرفوا 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 ان ده دهب فرهودة قال لك الله دي صورة انفراد طبعا لزنوبة الفرارجية ان إيه طب ده ده متساب رهن يعني لو مجناش خدناه المرة الجاية ممكن ما يكونش معاها يا نهار ابيض دي فرصة هما سكرانين بيفكروا كده دي فرصة لا تعوض طب افرض احنا جت المرة الجاية ودي امي نازلة ابو الليل جت بالصدفة قدامي فقلت احطها لك الله دي فرصة لا تعوض يعني ممكن المرة الجاية دي يقول لها تعالي يا زنوبة ما يكونش معاها الدب بتاع فارودة ده كله يبقى احنا خسرنا خسرنا خسارة رهيبة وترجع ترجعها الفرودة وصاحبتها اللي في الابراهيمية يا نهار ابيض دي خساره كبيره جدا فرصه ان احنا ناخد الدهب دي دلوقتي هي ربنا بعتها لنا على طبق من ذهب دلوقتي ولو لم تكن سكينه سكرت سكره جامده لتنبهت وخدت بالها ان الجلسه اللي قاعده والسهره اللي قاعده اختلفت وبقى فيها نظرات وبقى فيها رعب وبقى فيها ترتيبات بالعيون وبالاشارات وإلى مكانة زنوبة قد تغيرت منذ اللحظة الأولى اللي شمرت فيها كمها فتحولت من صديقه حميمة إلى وحبينها عشان اتنزلت عن الفلوس والديون اتحولت لإيه إلى زبونة مرشحة للقتل وتبقى ضحية 12 و ومفيش تفسير اخر لخروج عبد الرازق من الغرفة غير زريعة ان هو مثلا يعني قام فجأة ليه كده يبقى رايح الحمام مثلا او دي حاجة تعلل بيها ويعني قالت لك يعني هو قام كده يمكن رايح دورة المية اللي هي كانت بره الفناء الخارجي للمنزل وقالت لك ماشي مشغلش ما بالي وهو راجع راح مديها ربع ريال في عودته قال لها اشتري نص قفة مش عارف بيقول قفة ولا مش فاكر اسمها ايه المهم هي ازازة نبيت يعني و وهي لو يعني لو ترددت في تولي المهمة لتحمست لأدائها تحت وضع وطئة الرغبة في تثبيت سكرها. يعني دنبيت اه اروح ده كده السكرة هتبقى زي الفل وهسكر اكتر. والحفاظ على ان انا افضل سكرانة وهي جاية قاعدة ببلاش وهم بيصرفوا ما جاش في بالها الخيبة ان هم بيرتبوا الايه؟ لقتل. وفي طريقها للخروج رأت عبد الرازق بيتهامس مع حسب الله في ركن الاوضه كده او الـ قدام الـ لا يا رب قدام الباب بتاع الحته الواسعه اللي واسعه اللي في دخله البيت لكن بديعه اللي كانت بتلعب قدام باب البيت ظهرت امامهم فجاه فتشتت ذهنها ولم تستطيع ان تستنتج من اللي رايته يعني شيء يعني يخليها مثلا ايه إيه تقعد يعني هي بديعه يعني ممكن موجوده اهي او ممكن طلعت او الجو رايق كده وان في واحده قاعده جوه مش ممكن يقتلوها طب ارجع في كلامي وارجع اقعد لا ما فكرتش في كده يعني كل الشواهد بتقول ان هي يعني ايه امشي روحي هاتي الحاجه طب ما بديعه موجوده هيقتلوا ازاي فكانت مطمنه وسرحانه قوي في الموضوع ده ليه ما اعرفش إيه لكن في حاجه شغلتها بمجرد خروجها للطريق بره واول ما طلعت في البيت فهو ايه اللي شغلها هو الاختيار بين شراء النبيت من خمارة كرياكو القريبة ولا نجيبه من حتة تانية آه فتضيف بذلك الى ما يعني 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 تشتري من راجل تنفعه يعني دي بديعه بنت ريه الصور الحديثه لها خالص وهي وشبه الصورة الاصليه بتاعتها فعلا اللي احنا حطيناها زمان قبل كده وشبه نفس القصه اللي حطاها في شعرها دي اسود على الشمال وعلى اليمين اللي هي قاعده مع جدتها لو تفتكر اه وكمان قلت لك وراح انفعه طب ما هو كرياكو هيقول لي هاتي الفلوس اللي عليك لا 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 ده يا عم خلينا نشوف ايه حد تاني اروح اجيب من خمارة رجب بقت متردد اجيب من كرياكو ولا من رجب رجب دي بتبيع صنف جيد يعني غير مخلوط من النبيت على الرغم من ان السير لرجب يتطلب عشر دقايق اضافية فكانت محتارة وقيت لك الله طب ما كرياكو ده فرد اديته الفلوس وهو عايز مني فلوس يروح واخد الربع جني الربع ريال يقول لي مش مديهولك انا عايز الفلوس اللي مش مديكي حاجة لما تجيب اللي عليكي ويعتبروا قسط عليها مثلا هو الـ ده الكلام ده والطريقه دي هو اللي حسم اختيارها و لك انا هروح خمارة رجب وحين عادت كانت على بال ما راحت ورجعت خدت اربعين دقيقة رايح جاي وكلام مع ده وسلام مع ده ومش عارف وكل ده وبديعة رجعت لقيتها برضو واقفة في الحارة بتلعب ويدوب سكينة دخلة لصالة البيت أو الحتة الوسعية اللي تحت ده حين فوجئت بصوت وبور الجاز يتصاعد كأنه صوت عالي كده يعني عالي غير الطبيعي وقربت شوية ولقيت ريا قاعدة قدامه وجلسة كده وتضع فوق فوقه إناء مليان بالميه وفي فراخ الله هو في ايه يا جدعان وكانت مهتمية انها تتقدم قدام لناحية باب الغرفة المقفول ده راحت شدتها زميلتها اختها بطريقة غريبة من دل جلبيتها اتلا دب اقعدي هنا راحت التانية مشدودة ووقع كده على ناحية راية وراحت قاعدة وعلى منظر الفانوس اللي هو يعني يا دوب ضي افوانسهم كانت كلها دوب ضي منور كده. ضئيل جدا يعني و وكمان اللي النور كمان لما تبص انت بره والاوضه جوه هتشوف ايه البابور مولع جوه شايف ضي احمر في الاوضه يا نهار ابيض. الله ده المهمه بقى اللي انتوا بعتتوني لها دي كانت مهمه وهميه! يا نهار ابيض! فائت بقى شوية يعني الهدف ان انتوا زحلقتوني ده اما انا طلعت حتة دين عبيطة يعني انتوا تبعتوني اشتري عشان تبعدوني عن المكان علشان تقتلوا زنوبة اه قالت لهم كده اه يا ولاد الكلب زنوبة بنت عليوة راحت ضربة بكفاها على كفاها كده على ايديها وراحت ضربة على وشها وراحت ضربة جامد على صدرها خلصتي يا مصيبتي انتوا قتلتوها خلاص مش ممكن زنوبه بنت عليوه اللي بتتعامل معانا وصاحبتنا وعشره قديمه قتلتوها خلاص والتانيه بتهزلها راسها كده وتبرق لها حركت ريا يا دوب اه يعني اه يعني ايديها كده قدام شفايفها هس اسكتي ما تفتحيش بقك يعني اوعي وبطريقة برقت لها بقى وكانت بتخاف منها شوية لما تبرق لها وتتشنك عليها قالت لها اسكتي صمت صمت المريب لغاية لما كل اللي بيحصل في الغرفة ينتهي هتسكتي قالت لها راحت ساكتة ما اتكلمتش اصلا سكينة وراحت سرحت في النور كده اللي جوه الاوضه عماله تبص النور مثلا هنا لونه مسفر شويه هنا احمر شويه هنا حته شويه هنا لونه عماله تقلب بعينيها في النور بتاع الغرفه ودي صور برضو حديثه لاسم اللبان ايامها خلي بالك كل ده جاي ذكاء اصطناعي يعني دي صور واضحه وحديثه وكله تمام إيه وعدت سرحانه جامد قوي إيه يعني عماله تبص وتبرق مذهوله عينيها تطلع من وشها وصوت البابور عصبها اكتر والاول مرة تنتبه اللي ان الهدف من توليع البابور هو التغطية على اصوات اللي ممكن تطلع من الناس اللي بتتقتل اه أو يا اولاد العفريتة يعني دي حاجة جديدة ما كنتش تعملوها قبل كده وبس فعلا كان زمان بابور ده صوته عالي جدا خلي بالك وش يعني ممكن لو في صوت جوه ما تسمعش بره وبعد قليل ايه روحها راحت كده وهموت من العطش بتقول انا هموت من العطش انا عايز اشرب فرفعت الازازه بتاعت النبيت اللي اشتريتها وراحت ضربه شربه نص التلات ارباع الازازه وراحت جايه شربها كلها بص ريح حتى شكلها وهي بتتحرك حركه مش طبيعيه مش يعني حركه بق وشفاف شكلها مريب ودي صوره حقيقيه موت لريا خلي بالك. أه المهم وفي وفي الضلمه شربت نص الازازه فعلا وفي الضلمه مدت ريا ايديها وراحت واخده منها الازازه أه عشان تكمل هي كمان النص الباقي من الازازه حطيته في بوقها وراحت واخده جرعه كبيره ما النصيبه نصيبه. دي بتشرب نص إزازة ودي النص التاني خربانين وضايعين مالهمش حل. جبروت وحياة ربنا. وحين يعني لما خلصت خلاص النص ودي النص بتقول لها أنا راسي سخنت نار والتانية تلاقيها صاخ, صاخ ده أنا راسي مولعة اشتعلت زي البابور اللي جوه ده. وراحت لما راسها سخنت الغضب بان أكتر قوي على سكينة واتبرق وشها أحمر. وبتتكلم حاجات كده مش مفهومه بصوت واطي، آه قالت لها ازاي اكون انا اللي جايباها من دكانها؟ ده يعني ده بنتها ممكن تعرف، والناس اللي في الخماره ممكن يعرفوا، وال واللي في الحاره شافونا واحنا ماشيين، احنا ماشيين جايين على البيت هنا شافونا. بقى انتوا تعملوا فيها كده؟ يعني انتوا بتبعوني يعني ما انتظرتوش حتى نخليها تمشي ولا لغاية لما ارجع اقول لكم الناس شايفيني في الحارة يعني انتوا قاصدين ايه يعني انتوا يعني اي واحدة عندكم تيجي لوحدها هتعملوا فيها كده تعملوا ما بدلكم فيها ولا انتوا عايزين تثبتوا التهمة عليا بقى انا اختي عايزة تثبتي التهمة عليا ده انت كده بتثبتي لي التهمه رسمي يا نهار ابيض طيب والله لم ترباها على دماغك كل يا ريا. وهقول على كل حاجه لان انا مش هنفت من الموضوع ده انا كده المتهمه عايز تسمع هي بتقول ايه اسمعك ماشي اسمع ريا اخت سكينة سوف احكي لكم اليوم حلقة اثنان واربعون بدلا من ايهاب اللي مش عايز يسيبنا في حالنا كل شوية يحكي علينا فكركم بجزء صغير من الحلقة واحد واربعون وصلت زنوبة وسكينة لي بيت ريا وكان ريا تجلس علي لردي تشوي السمك ومعها الرجال هتلاته حسب الله وعربي نسمع هي بتقولي فانا قلت اسمعك برضو الصوت كده كده تبقي متخيله يعني انا كنت بخليها تحكي جزء من المسلسل بس لقيت ان انا هبقى بره اوفر الموضوع فهي واحده ست هضطر اخليها تحكي بست مش معقول هجيب ست تتكلم وانا اللي احكي هل بسرية يعني مثلا ولا اعمل ايه فقلت بقى ايه اسمعكم حتة عشان في ناس كتير طلبت قالوا لي لا احنا عايزين نسمع صوتها وهي بتتكلم فقلت اعرفك برضو فالمهم هتلاقيها ترباها على الكل واخرب بيت أبوكوا ويانا انا مش هسيبكوا انتوا كده معفوم جدا انت كمان هتطلعي صورة من جوه الصورة يعني ام رعب بتاعك ده ولا عفاريتي برضو في كل حاجة الست راية راية هزت راسها وبحكمة كده وبهدوء ورزانة إذا بتتكلم قدامنا ومبسوطة وسعيدة كده الله يخرب بيتك يا راية احنا اللي نطقناك دعيلنا خليناكي تتكلمي وانا اول واحد صحتكم حركتوكو ما اول ما عملتها ما كانش حد محركهم قبلي والله فعلا دي الفكره جت في بالي كده فجاه وانا قاعد قالت لها طب خلاص الرايه بقى بتقول بترد بتقول لها زي ما بتتكلم كده بتقول لها خلاص السهم نفد يعني اتقتلت وماتت والله يا سكينة إذا تكلمت عن زنوبة يعني رايحين يعني هفضحك فضيحة وهتبقى فضيحتك بجلاجل وساعتها هيطلعوا اللي مدفونين عندك في شقتك يا سكينة فاكراهم ولا انت برضو ايه النظام هو عندنا بس مدفونين كلنا هنتعك فيها يا حبيبتي ومحدش هيقدر يقول ماليش دعوة انت بتقول التهمة دي لابساكي لا احنا هنحميكي ما تقلقيش طب واللي هناك التهمة لو احنا قلنا عليها مش هتبقى لابساكي هتبقى لابساكي يعني كده كده كلنا رايحين في ده تفتني هفتن هناك يبقى كده ايه ولان الكلام كان منطقي انت هتفتني وانا هفتن فسكينة بلعت غضبها وكتمته جواها وقعدت تفكر هيفتنوا عليا يفتن عليهم ان احنا الاتنين هنروح في داهية والتزمت الصمت وفضلت ساكتة وسرحانة لغاية لما الرجالة فتحوا الباب هي غابت أربعين دقيقة وهم فتحوا الباب بعد أكتر من ساعة شربت خلالها اللي اتبقى من الزجاجة كانت أختها سابت حبة ربع كده صغير شربته سكينة ولما دخلت الغرفة كان كل شيء فيها عاد لمكانه يعني كأن ما تقتلش حاجة انت تعبة نفسك ليه ما زي الفول اللي البلاط معمول وكله تمام عايزة ايه وسكينه بشكلها اللي بتتكلم بيه ده مقنعه جدا بص الروقان حاجه فخمه مع ان دي م الصور دي اتغير اشكالها كتير مش هي الحقيقيه الحقيقيه بص على الابيض واسود اللي انا بنزله هنا والفيديو اللي فات الفيديو اللي فات اللي ما اتفرجش عليه يا رجاء يتفرج عليه علشان بالذكاء الاصطناعي وده بالذكاء الاصطناعي برضه تمام مع انه والله بعد طرقه الصعبة دي انا اسميه الغباء الاصطناعي مش الذكاء ان احنا نعمل حرب عشان نكلم صورة ونحرك صورة ونعمل صورة ده فيلم ب بستين نيل عشان تحرك صورة وتخليها تتكلم والله العظيم وبفلوس وفيلم ملوش حل يعني صعب جدا على فكرة الا بقى لو حد شاري برامج جاهزة بتعمل له حاجات اسرع ولا ايه معرفش ولما دخلت الغرفة كل شيء كان تمام التمام والبلاط وكله وهمية وآثار التراب المتخلف بس عن الحفر هو اللي متكوم في أحد أركان الغرفة وحدود القبر الذي دفنت فيه زنوبة إلى جوار الصندوق في المكان الذي كانت المرتبة بتتحط عليه تحددها أثار إعادة صف البلاط ولزقوه بالجبس يعني صف المرتبة البلاط هو ماشي مع صف المرتبة يعني وسلمها عرابي بتبص له كده اللي حلها خدي بيسلمها الغنيمة بتاعة زنوبة ووعدها وعدها وعد قصدي عدها لها قال لها بصي والناس شاهدة قدامنا اهي كذا 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 ثم انصرف الرجال وتعاونت مع اختها فاضل باقي قالوا لهم احنا تعبنا انتوا اعملوا التراب بقى اللي قدامكم ده وخلصونا ورموم المنور حتى مش لازم شيلوه بتاع ما يشوفوكو وفي استكمال مهمه اعاده كل شيء الى مكان عليه شالت ريه التراب وشالت كل حاجه خالص لدرجه الاوضه تشوفها كان ما فيش اي حاجه خالص حصلت وفي اليوم التالي حمل او ظهر او طلع يعني خرج وفد يضم الشقق الشكوك الشقيقتين ريا وسكينه وباقي الوفد كان حسب الله طالعين بالذهب بتاع زنوبه بنت عليوه رايحين الساغه الصغيره عندنا في اسكندريه الساغه الصغيره والساغه الكبيره وبعد مساومه مش طويله يعني سرعوا يعني في البيع اسرع يعني اشتراها علي نصر السايغ الحرامي او او الجواهرج الخاص بالعصابه اشتراهم بايه؟ باربعة 24 جنيه الوقت ده كان مبلغ كبير وضخم جدا وبعد اربع ايام على الرغم من ان سكينه كانت ما تزال موضع للشبهات حطوه في موقف وحش جدا على فكره فعلا هم سكرانين وما حسبوهاش صح وتسرعوا مش قاصدين يحطوها لكن هم تسرعوا في الموضوع. لان عارفين ان سكينه هتتمسك هتفتن على كل حاجه. بس هي كانت موضع شك للناس اللي تعرف ان زنوبه مشيت من دكانها مع مين؟ مع سكينه. فهي كانت عندها فجيعه ورعب. من الطريقه اللي مشت بيها والناس كلها شايفاها ماشيه مع زنوبه فترعبت من الطريقه لك بس ده انا راحه في داهيه راحه في داهيه وفي ذلك اليوم قالت لاختها التي كانت تعد لها فنجان قهوه انتو يعني خاينين قد كده يعني بتقول لها انت يا راية خاينين قد كده يعني ما فيش عندكم رحمه خالص يعني حتى اللي بتاكل معانا عيش وملح بقالها سنين نقتلها كده يا راية انت ما فيش في قلبك شعرة ولا ذرة رحمة طب بذمتك ودينك يا راية كده هو انا بص البصة بص مجرم والله العظيم مجرم قاتل بص بص ازاي رعب لي ملهاش حل البصة دي لوحدها تقتل ملهاش حل بص بقى الشكل الأصلي بتاعها ده الشكل الحقيقي الأصلي بتاعها عايز تسمعها برضو وهي بتتكلم ماشي يا سيدي نسمعك غيا وسكينة علي همام شقيقتان مصريتان تعدان من أشهر السفاحين في مصر حيث اشتهرت بتكوين عصابة لاستدراج النساء وقتلهن من أجل السرقة في الفترة ما بين ديسمبر 1919 ونوفمبر 1920 مما تسبب في خلق حالة من الذعر في مدينة الإسكندرية في ذلك الوقت نزحت في بداية حياتهما برفقة والدتهن وشقيقهن الأكبر من صعيد مصر إلى مركز كفر الزيات كلامهم تحفة قوي على فكرة يقول لك أنا ريته وساكينته كفر الزيات يعني حاجة غلبانة قوي المهم تلاقي انتوا خاينين قد كده يعني حتى اللي بتاكل عيش وملح بقالنا سنين طب بذمتك يا انا اختك اهو لو انا معايا حزبة عشرة او اتناشر جنيه كده بذمتك ودينك تولسي هم قالت بنفس اللفظ ده انا عارف إيه يعني تتفقي إيه أو تتأجرمي عليا أنت وجوزك وتقتلوني؟ بذمتك مش ممكن ده يحصل يا ريا؟ آدي ايه الحوار اللي ده اللي دار بينهم وعقبت ريا قائلة إنها أنا والله العظيم أنتي مفكراني ميتة يعني أنا اتفاجئت بالكلام ده بالظبط وأنا زي زيك وأنا قاعدة بجلس في قاعدة جالسة في ركن من الغرفة وانتي ما مشيتي وقاعدة كمان كملت اقلي الفلفل عادي منين هقتل وانا قاعدة بعمل اكل لما زنوبة قامت ان هي تتنقل لجوارها قعدت جنبي وجابت بتساعدني في عمايل الاكل الرجالة التلاتة يا اختي راحوا قايمين ما شمرت ايديها وشافوا الذهب جالهم لهم عبط في مخه وراحوا فجأة نطين عليها وراحوا كاتمين نفسها أول حاجة والبابور صوته عالي وراحوا منيمينها على الأرض فجأة وكلهم لموا فوقيها اللي ماسك رجلها واللي ماسك وسطها وعجبوها على الأرض خالص قالت لها بس بنت الكلب كانت جامدة عليهم قوي ده, عمالة تزق وتطلع في روح الناس وعمالة ترفص البت جامدة قوي اديني عملت نفسي عشان ما حدش يزعل بالذكاء الاصطناعي اديني عملت نفسي ما خليت حاجة حتى انا رحت في الموضوع دي بقى انا عملتها بالمرة لان الصورة دي بتتكرر جدا في المواقع ويقول لك هي دي راية هي دي سكينة ودي لا راية ولا سكينة يا جماعة اما تشوفوا الصورة دي دي مش راية ولا سكينة بس انا كنت عاملها كفكرة ان هي تتكلم وتحكي عن زي السكينة اللي فاتت أو ريا ما عدت قلت ايه اخليها تقول ملخص قصة حياتهم كده وهعمل لكم فيديوهات صغيرة ريا اللي بتتكلم تقول قصة حياتها واللي حصل معاها وفيديو تاني عصاب الله هيحكي وهعمل لكم فيديو سكينة هتحكي وهكذا كل واحد يحكي اللي حصل له. تمام هعمل لكم شوية شغل حلوين على فكرة بس انتوا يعني فكوا ايديكوا كده واللايكات والتعليقات يعني انتوا عارفين انا غلبان المشاهدات عندي مش قد كده يعني فيعني عشان بس والله التعب والمجهود في الفيديوهات دي رجاء يعني اعمل لايك وتعليق يعني قول لي فيديو معفن انا موافق ماشي بيقولوا كتر التعليقات يعني بيبقى عليه يعني ان هو في كلام كتير وفي دردشه كتير فممكن ممكن يمشي الفيديو المهم قالت لها بنت الكلب دي كانت جامده قوي دي طلعت روح ابوهم ده عيني الرجاله تعبت قوي دي بترفس ترفيس جامد طيارة الولا عبد العال والطيارة التاني مش عارف ايه وهتفضحنا بنت الكلب شوف المرة ابو واحدة بتموت وعايزة تصوت وعايزة تفضحنا بس انا خلي بالك انا طقتش كده انا طلعت برة اخدت بابور الجاز وخرجت برة وطلعت برة الأوضة عشان انا ايه بصراحة اللحظة دي ما اقدرش اشوفها وبعد لحظة صمت راحت اضافت ليلة امبارح لقيت البلاط يا اختي اللي دفنوها تحت قلب وقب شوية وتشال هي البت ايه صحية ده يعني الاب بتاع ده اتشال لوحده وقب لوحده كده صحيت حسب الله من النوم شال البلاط من تاني وراح جاي اللي قابب ده كله شاله وجاب تراب وراح كبسه فوق الجثه وداس عليه برجليه جامد 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 عشان يتكبس وانا مش عارفه ليه يا شيخه ايه ده دلبي ده البت دي بنت كلب ما عندهاش دم كل ما احط ايدي على البلاط تصدقي البلاط طالع منه سخونيه كده صهد صهد هي البت دي ماتت وهتقرفنا ما خلاص انت متي هتعمل لك ايه والعيش والملح والكلام ده كله طب انت متي يعني نعم. بص ما طلع لي صهد من البلاط يعني منبي بالذمه يا سكينه ده ينفع قالت لها لا يا اختي صمتت كده وسكتت قامت سكينه راحت قالت لها صهد فين المكان ده اللي هي دفنوه في فيه بالظبط مدفونه فيه قالت لها هنا هو يا اختي راحت عيني نايمه على الارض كده وقعدت تحسسه بايده كده تحسس بايديها على البلاط وزعلانه يا عيني فقالت لها يا اختي ده صح ده ده حراره جامده قوي البت دي صحيه لسه فيها الروح ولا ايه ده صحية ده ده الأرض الأرض سخنة فعلا وقالت لها إيه ده يا ريا يعني إيه السخنية اللي جمد اللي طالعة دي تكون فيها الروح لسه قالت ما يكون فيها الروح كنا نسمع صوتها نسمع كلامها نسمع أي حاجة طب ماشي نبقى نقول للرجالة ونشوف حل الموضوع ده أو نستنى عليه بكرة ونشوفه هيسخن حي... حيسخن أكتر ويمكن نعمل عليها ونشوي عليها أحسن بدل ما نولع البابور ولا السخنية دي هتروح آه قالت خلاص بكرة نجيب سمك اتنين كيلو سمك ونجيب حلة ونحطها على البلاط اذا سخنت البتاع ده آه قصدي نطبخ بلاش سمك اه ماشي هات شواية ونحط الشواية اذا سخنت وعرفنا نشوي السمك يبقى خير وبركة اه البت توفر لنا غاز والبابور طلعت مش نافعة خلاص يبقى نشوف حل تاني طبعا بهزر معاكوا يعني ماشي وعندما غربت شمس يوم الأحد ثلاثة أكتوبر ألف تسعمية وعشرين كانت فرهوضة متفرهده طبعا لأ في الوقت ده مرت خمس ساعات من دون أن تعود زنوبة بنت عليوه الفرارجية للدكان بتاعها بدأ القلق يزيد ويجي في دماغ بنتها وتقلق يعني تبتدي تقلق امي فين؟ اللي هي بنتها مين؟ اللي هي ام ابراهيم التي كانت ما تزال تجلس على الرصيف المواجه للدكان بتاعهم مع بعض اصحابها عندما يعني كمان اتاخرت ساعه كمان وهي قاعده قلقت الله في ساعه كمان عدت هي مش هتيجي بقى ولا ايه؟ أشارت عليها عائشة عب مجيد ده ما أنت قلقانة على أمك كده ما يعني عائشة كانت جت قعدت معاها يعني على القعدة دي ما كانتش موجودة بس جات يعني وقعدت معاه بتاع نص ساعة كمان في بالإضافة للوقت اللي قبل كده ما كانتش قاعدة يعني فجت في النص ساعة دي أشارت عليها بالكلام ده. أه وخلي بالك هي كانت قاعده بتعمل يعني عائشه ما كانتش بعيد قوي كانت قاعده بتقلي بتشوي بتسلق دجاجتين قالت لها ما تروحي لسكينه مش انت بتقولي هي كانت عند سكينه اخر مره مشي معاها مين من هنا قالت لها سكينه قالت لها طب ما انت سهله قوي ما تروحي اسالي سكينه فين امي راحت فين ايه المشكله في كده قالت لها والله فكره حلوه فراحت قافلة الدكان فعلا وراحت ماشية معاها لخمارة كرياكو عشان تلاقي سكينة هناك قاعدة في وسط تلاتة رجالة من بينهم مين رفقها سلامة. آه أنا هتقولوا لي حطيت الصورة اللي بتتكلم ليه وهي مش راية وهي سكينة بس أنا أوضح لكم إن دي مش راية ولا سكينة. تمام بس هي اتشهرت قوي على النت كتير يقول لك دي من دي من صور راية وسكينة وهي مش هي فعلا. وأبدت سكينة دهشتها الشديدة لعدم عودة زنوبة وقالت الله دي ما قعدتش معايا يا جماعة غير نص ساعة انت بتقولي ايه هي ازاي ما رجعتش كل ده معقولة ده اتلا نص ساعة يعني رحتوا فين اتلا بنتي ده قعدت شربت كاسين ثلاثة معايا كونياك وبعد كده اتلا ما تيجي توصليني لمحطة الترام اركب الكهرباء الكهرباء اللي هي الترام يعني وقالت لها بقول لك يا زنوبه ما تاخدي النص ريال بتاعك اللي انت دينانه بيه وفتحنا بيه ده عشان ايه اه ما, ما يبقاش لنا عندك حاجه ونبقى خالصين وما تزعليش مني يا ستي وقالت لها وسبتها مش قلت لها لا ده انا قعدت معاها ولغايه لما الكهرباء جت الترماي جه يعني واستقلت زنوبه الكهرباء في طريقها قالت لها طب رايحه فين قالت كانت رايحه الابراهيميه عشان تحصل نقود من اللي هي تحصل فلوس اللي هي عايزاها من فرهوده المتفرهده. وبعدين انا قالت طب ما رحتش معايا؟ قالت لا لا ده انا رجعت على الخماره تاني على طول. وما مشيتش من الخماره من ساعتها انا قاعده. ومع ان الليل كان قد دخل وبلغت الساعه 8 حين اصطحبت ام ابراهيم صاحبتها عائشه اللي جت معاها كل المشاوير دي معها وراحوا راكبين هما كمان الكهرباء قال لك نروح الإبراهيمية طالما الموضوع كده يبقى نروح الإبراهيمية لكنها لم تستطيع إن هي تقدر توصل للبيت ده في الدنيا ضلمة أولا والشارع هناك ضلمة وإن هي ما راحتش البيت ده قبل كده خالص اللي في البراهمية بتاع فرهودة قلت لها ولا مره روحتي ما تفتكروش ما رحتيش مع خالص قالت ولا مره قلت يعني مره زمان كده مره قليل مرات قليله خالص وانا صغير يعني اصغر او يعني من زمان قوي مثلا من سنه سنتين وبصراحه انا مش فاكره الشارع ولا اي حاجه يا يعني بنتي يعني نروح المشوار كده ونرجع قالت لها اه خلاص يلا بينا انا مش عارفه البيت خالص وقعدوا لفوا كتير لما تعبوا وقبلت دعوه احدى جارتها للمبيت في حجرتها حتى لا تمضي الليله بمفردها في الدكان تلاقي بنتي تعالي انا خايفه عليكي تعالي باتي عندي وفي الصباح نجحت فيما فشلت فيه في اليوم اللي قبله ليلا فوصلت لمين لبيت فرهوده لكنها لم تجد سوى بنت فرهوده اللي هي ناهد اللي هي نفت نفي تام ان زنوبه عدت علينا امبارح وقالت ان هي كانت متوقعة واحنا كنا متوقعين ان زنوبة تيجي لنا النهاردة على الاقل او امبارح او اليوم الاثنين قلت لها ما قلت امبارح قلت ما قلت ليش قلت ليه قلت عشان نصفي الحساب اللي بينا عشان في حسابات بينا واخدة مني دهب واخدة منها فلوس بص بقى الشغل التيل دول المعلمين بقى دول رايا وسكينة الحقيقيين قوي 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 بتتكلم اللي على الشمال خلي بالك عشان الدنيا ضلمه شويه كان المفروض فتحت الصوره دي اكتر شويه التفتيح والترميم بيبقى في ايدك يعني آه تمام المهم يا سيدي عشان قالت لها تصفي الحساب اللي بينهم ومع ان الامل كان ضعيف جدا لدى فرهودة مفيش اي معلومات تخالف اللي قالته بنتها فعلا الله يعني الكلام بجد فراحت مشيت ام ابراهيم آه يعني محتارة تعمل ايه بنت بقى برضو يعني وصغيرة مش كبيرة قوي يعني عشريناتي كده ولا حاجة ولا خمسة وعشرين المهم راحت رايحة تزور مين منجمة كانت هي بامها بتروح لها قالت لها انت يعني دي في حاره قريبه يعني ما يعتبرش بعيده وطبعا فاهمه النظام بتاعها لانها كانت بتروح لها كتير فواخدة اي حته من لبس امها او اثر امها زي ما بيقولوا من ملابس امها طبعا وقالت لها المنجمه قالت لها خدي شوفي امي فين وراحت فين وجات منين المنجمه قالت لها بعد ما قارت شويه تعويذات وحاجات كده قالت لها امك من حاشه يعني محبوسة يعني. وحين عادت مرة أخرى إلى الإبراهيمية التقت بفرهودة ما هي مش قادرة تقتنع متحاشة يمكن محبوسة عند فرهودة وقابلت فرهودة فين؟ وهي جاية تركب الترماي راحت قابلت فرهودة أو نركب تركب الكهرباء زي ما كانوا بيقولوا على أيام مرية وسكينة. قابلتها فلم تجد سالتها تاني وتالت ورابع قالت يا بنتي ما عندي اي حاجه اعرفها لو اعرف انا اخبي ليه قالت لها انت مزنوقه في فلوس ولا حاجه خدي فلوس اهي من بتاعه امك مدي من الحاجات اللي علي اذا كنت مزنوقه قبل ما تبقى ترجع وتجيب لي حاجتي وكده قالت لها طب اعمل ايه يا ست فرهوده اعمل ايه طب انا يعني مش عارفه امي راحت فين قالت لها بصي انا اقولك رغم ان انا مستعجله ومش هفضى اجي معاكي روحي بلغي كراكون كراكون دي يعني الاسم قالت لها روحي اعملي محضر باختفاء امك انت شكلك مش مطمنة امك كده مش عوايدها وعمر ما بيحصل الكلام ده ابدا بس انا لك انا مش هقدر اجي معاكي قالت لها طيب خلاص وهكذا عادت ام ابراهيم من الابراهيمية يعني ام ابراهيم ترجع من الابراهيمية يعني مثلا محسام هترجع من الحسامية رجعت فين آه ابراهيم ام ابراهيم من الابراهيمية راحت على فين على اسم شرطة اللبان عشان تعمل بلاغ في العاشرة من مساء يوم الاثنين اربعة اكتوبر الف وعشرين بيقول البلاغ ان امها اختفت وقعدوا ويسألوها الاسئلة التقليدية هي ام كان اعداء وما بين الساعة اربعة للساعة خمسة كانت فين آه وكلتي وعملتي الكلام بتاعهم ده بقى واللي مين اللي كان بيحقق معاه ساعتها صول مساعد اسمه محمد عبد العليم آه واكتفت امك شكلها ايه قالت له قعدت توصف امها والكلام ده كله طب كانت لابسه ايه قاعدة توصف اللبس بتاعت امها اللي كانت لابساه وفضلا كمان قالت ان امي كمان كانت لابسه ذهب على فكره كتير المره دي انا امي اخر مره شفتها كانت لابسه ذهب كتير قوي زياده وحاجتها كلها يعني يا بنتي كانت بتحتفظ بالذهب ده معاها وهي ماشيه وكانت لابساه كله قال ايوه قالت له ايوه الله أيوة وبصراحه حضره السول دي كان معاها 30 جنيه من الورق مش فكه ولا حاجه 30 جنيه قال لها اه 30 جنيه قالت له اه 30 جنيه وأضاف أنها بحثت عنها لدى فرهودة التي خرجت لكي تمر عليها وفي عموم المدينة ولفت الدنيا كلها ورحت عند كل الناس اللي راحوها وإيه وإن أنا ملقتهاش برضو يعني هيقول لها طبعا فتشي عند قرايبك ومش عارف ايه فهي بتقول له من الاول ومن الاخر انا رحت عند كله وعملت كل حاجه. وطب روحتي عند دراج قالت له ما لناش قريبه بيه في اسكندريه غير أخ, أخ... أخو... اخوين يعني عجوزان لا يعملان شيئا او لا, يع... لا يعلمان شيئا عن غيابها وما يعرفوش هي لا راحت فين ولا جت منين وأن... وانها لم تكن تعرف احدا من اقاربها الاخرين في ديروت وليس هناك اي مبرر او اي احتمال ان هي تروح لديروت هتروح ديروت ليه ما عندناش سبب ان هي تروح فجأة كده هتروح فجأة لا طبعا ومع ذلك فقد نفت انها تشتبه في ان تكون هناك جريمة وراء غياب امها والغريب ان اسم سكينة لم يرد في اقوال ام ابراهيم نهائي مفيش اي اتهامات ولا اي حاجة في بسكينة مش مثلا تقول له ده اخر واحد واحدة مشت معاه سكينة لا ولا نطقت ولا قالت اي حاجة والحقيقة ان سكينة كانت قد تلعبت بعواطف الفتاة الصغيرة ازاي اللي طبعا يعني هي بنت صغيرة برضو قليلة الخبرة التي كانت امها في كل حياتها هي كل حاجة في حياتها فلم تشك ام ابراهيم اللي هي بنت زنوبة ولو للحظة واحدة في صداقة سكينة لامها وان سكينة فعلا متعاطفة معايا بجد ده حقيقي يعني استحالة دي عشرة عمر يا جماعة إذ كانت تحرص كلما رأتها على أن تسألها تسألها عن أخبار صديقتي حبيبتي الغايبة ما رجعتش بتعرفش حاجة يا بنتي يا حبيبتي يا زنوبة وتبدي وتب أسفها وحزنها وتقول لها ان شاء الله ترجع يا رب وتقعد تدعي قدامها ان يا رب ترجع وترجع من غربتها وترجع سالمه لبنتها وحبايبها وحبيبتي اللي بنسال عليها. الصور دي كلها اللي بيوت وسكينه قديمه موت ما تشوفتاش في اي حته. ولم يظهر عليها اي يعني يعني خضه ولا ارتباك ولا اي حاجه. أه لما قالت لها بتقول لها انت عملتي حاجه؟ قالت لها بلغت الشرطه ولا تاثير ولا اي حاجه ظهرت على سكينه. قالت لها بلغتي عن غيابها يعني وكده؟ قالت لها اه بل كمان ايه بقى؟ قالت لها شاطره والله تصدقي انا كنت هقول لك الشرطه لان كده الموضوع طول و و وزياده قوي كده وبتقول لها ايه بقى؟ بشهامه يعني وبقلب وبحراره آه قالت لها لما تيجي تحط كلامك اطلبيني وانا اشهد ان انا ركبتها الكهرباء ووصلتها الترماي وكانت سليمه ومية مية ومفيش اي حاجه وبلعت ام ابراهيم بنت زنوبه الطعم والاشتغاله ديت اللي بتعملها معاه سكينه بعد ثلاثة ايام عدوا آه راحت تقدم بلاغ تاني فين لوكيل نيابة اسم اللبان روت فيه الواقعة مع اختلاف يسير بسيط خالص عن بلغها الاولاني فقد رفعت كمية اوراق الفلوس اللي هي قالت قبل كده ان هم 30 راحت اي لهم ايه 40 طب ايه الفايدة من الهبل ده معرفش بدل من 30 يعني انت كده بتشككي الناس فيكي ما تقولي وخلاص انت بتدوري على الثلاثين والاربعين ولا بتدوري على مامتك راحت فين فقد ربط البلاغ الجديد بين ما كانت الام تحمله من نقود وبين غيابها وعبرت فيه الابنة عن خشيتها ان يكون ان هي يكون حصل لها اي حاجه ده في البلاغ التاني تقول انا خايف يكون حصل لها حاجة في التاريخ حضرة السول ورغم ان هي طلبت في نهاية البلاغ الاستماع لمين لأقوال الحرمة سكينة لأول مرة قال لها دي قالت له دي صاحبة أمي قوي وهي اللي ركبتها الترام أو الكهرباء عشان تروح للإبراهيمية فين قال لها الابرهامية راح مين قالت له الحرمة فرهودة بنت الحدي أبو لا فروده ايه? فرودة ايه قالت له فرودة بنت الحديني آه قال لها عارفة مكانها قالت له آه قال لها دي عايشة لوحدها ولا كذا ولا مين وقالت له عايشة مع واحد خواجة اسمه إبراهام دهان إسرائيلي وتوجهت إليها عشان آه تخلص فلوس كان في حساب بينهم بين بعض فراحت تخلص الفلوس اللي عليها يعني ست محترمة يعني إلا إنها لم تسر اي شك فيها في فرهودة ولا في سكينة وقالت ان هي الطالب ايه ان احنا نستمع اقوالهم على يعني عشان نستدلل على اي حاجة او نعرف من اقوالهم اي حاجة لا مش انتي سألتيها هيقول له ما انا اسألها غير ما انت تسألها دي صور للاحياء بتاعت اللبان من جنب بيت ريا وسكينة خالص وادي الأوضة حسب الله فندي بس مش حسب الله اللي اتكسرت واتعملت بس الصورة دي لما جم في بيت سكينة يعملوا الصورة يعني المجاري ويصلحوا المواسير وفحروا وده الراجل اللي كان بيحفر وقالت قالت لا عشان نعرف اي بيانات يمكن هم ما انتوا تسالوهم يقولوا حاجات ما قالوهاش ليا او يقولوا اذا كانوا مخبين امي في حته يقولوا ويخافوا منكم عشان برضه ابقى مرتاحة الضمير لأن أمي وحزينة عليها وزعلانة. أه وانا بي انا يعني بنت بكر لسه ما اتجوزتش وما حاجه بصراحه وما ليش مكان غير المحل وببات فيه وبخاف برضه بات فيه الواحد انا بت امبارح عند الجيران وربنا يخليكم لنا وكلام من راحت غمزه بايه بقرشين برضه ولم تنتبه أم إبراهيم إلى أنها بالطريقة التي أملت يعني كأملت أو كتبت بها البلاغ الجديد على الراجل اللي هو العرض حلجي أيامها بيسموه أو الكاتب العمومي ساعات يقولوا عليه اللي هو قاعد يكتب لها يعني الكلام ده قد أغرت كغيرها من الضحايا السابقين العاملين في اسم الشرطة بإهماله والتخفف عن عبء العمل الذي يتطلبه إذ ما كاد وكيل النيابة يحيل البلاغ إلى اسم الشرطة حتى تسلمه الصول المساعد محمد عبد العليم الذي وجد تناقض بين اللي قالته قبل كده اللي هي المبلغة اللي ام إبراهيم لقى فيه تناقض في البلاغين فضلا عن أنها كانت يعني قالت في أقوالها إن الحرمتين اللتين تطلب الاستماع لشهادتهم على سبيل إن هي تعرف منهم أي أخبار جديدة من من دون أن توجه لهم أي تهم، عايزة تعرف منهم بس. ما موجتش يعني بيسألها يعني أنت وجهتي توجهي أي واحدة فيهم سبب الاهتمام الاختفاء بتاع أمك؟ قالت له لأ. الله! يعني أنت جايباهم بس ندردش معاهم كده؟ قالت له أه. فالراجل ما لقاش مبرر ان استدعيهم ليه وراح البلاغ الجديد بالتحقيق اللي هو عمله معاها واجراه معاها مع البلاغ القديم وركن يا معلم وما لبست ام ابراهيم ان هي قدمت بعد اربع ايام وفي 11 اكتوبر 1920 الى حكم دار بوليس اسكندريه بلغها رقم ثلاثة بس اوعي تقولي ستين جنيه بقى المرة دي انت حرة كده هيقفشوكي خلال اسبوع واحد كانت مقدمة البلاغ التالت وقد اسقطت منه مطالب الاستماع الى شهادة سكينة وفرهود لما أشوف عرفت ان ده مخالف للكلام التاني تقوم تسقط الكلام ده وتلغيه طب ما تأكدي عليه ورفعت قيمة أوراق البنكنوت التي زعمت أمها إن أمها كانت شايلة معاها بدل تلاتين وأربعين قالت له يا كانت معاها خمسين جنيه وعدلت آه يعني عن طلباتها إلى البحث عنها بمعرفة رجال البوليس يعني بتطلب إن هم يبحثوا عنها هم بقى ويعملوا لي نشرة بإيه بال بالمواصفات أمي وإن هي يعني مختفية وما نعرفش هي فين واكتبوا مواصفاتها وصورتها ويكتبوا ابحث مع الشرطة طلب الكلام ده يعني والشرطة فعلا قامت به بالفعل وحطوا البلاغ الثالث مع البلاغين التانيين ده اخر تطور اللي هو عمله صوره ويكتب عليها ابحث مع الشرطه، وحطوا البلاغين مع البلاغ الثالث ليسير جا... جميع البلاغات في المسار التقليدي اللي اتعودت الشرطه ان هي تتعامل معاه مع بلاغات الغياب كلها ووقف على كده يعني و... يعني مش اتحفظ اتركن على جنب، تقدر تقول ركنوه على جنب. تمام ونكمل يا سيدي الحلقه 43 اللي هي بقيه الضحيه 12 والى اللقاء في الحلقه اللي جايه سلام